قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن العملية العسكرية التركية شرق الفرات تهدف لإنهاء خطر الإرهاب قرب حدود بلاده. وأوضح أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن تركيا تمثل الحدود الجنوبية الشرقية للحلف وهي مهمة بالنسبة إلى أمنه. من جانبه أفاد ستولتنبرغ بأنه أعرب لشاويش أوغلو عن مخاوفه من العملية. ناقشت مع الوزير أوغلو عملية تركيا المتواصلة شمالية سوريا. أشركته في بواعث القلق بشأن العملية وخطر زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة وتصاعد التوترات والمزيد من المعاناة الإنسانية، بينما لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة أتوقع أن تتصرف تركيا بضبط النفس. ميدانيا، تواصل القوات التركية توغلها لليوم الثالث من عملياتها العسكرية شمالي سوريا. وأعلنت تركيا مقتل جنديين في المعارك الجارية ضد القوات الكردية الموجودة في شمالي سوريا أو ما يعرف بشرق الفرات، كما أفاد مراسلنا بإصابة صحفيين اثنين من جراء قصف شنته الوحدات الكردية على منطقة نصيبين التركية المقابلة لمدينة القامش للسورية. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 342 مسلحا من قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية. وكأن الحرب لم تكتفي من دماء السوريين فتلاحقهم النار حلو. قذيفة هاون أطلقتها وحدة حماية الشعب الكردية وقعت على منزل هذه العائلة في مدينة أكش قلعة الحدودية. القذائف لم تطل السوريين النازحين فقط، بل قتل مدنيين أتراك بينهم رضيع، وأدت إلى جرح آخرين وفق ما صرح به والي المدينة. يأتي قصف وحدات حماية الشعب الكردية كرد على القصف التركي المتواصل بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ لمدينة تل أبيض، والتي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية، وإعلان أنقرة بدء التدخل البري للجيش التركي داخل الأراضي السورية وسيطرته على عدة قرى في أطراف المدينة أهمها المشرفة وتل فندر. كما يأتي بعد قطع الجيش التركي الطريق الواصل بين مدينة سلوك وتل أبيض لقطع الإمدادات عن وحدات الشعب الكردية ووصول أرتال الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة المسلحة إلى معبر جيلان بينار للدخول إلى مدينة رأس العين السورية. استمرار قصف الوحدات الكردية للمدينة والرد التركي العنيف بقصف منطقة تل أبيض واستمرار الاشتباكات أدى إلى حركة نزوح للأهالي وتباين آرائهم بين مؤيد للعملية العسكرية ورافض لها. القصف هذا ما صار زين، احنا ما نحب المشاكل هيك. جن صارن علينا المشاكل هذا شيء ما يصيرن علينا صارن علينا. العز احنا اخوتنا اهلنا قرايبنا، ليش تحجشون دشروا اهالي مو خلوهم. ويبقى شاغل الناس هاجس العودة إلى بيوتهم، الأتراك منهم والسوريين. إذن العملية العسكرية البرية في العمق السوري ما زالت مستمرة على الرغم من قصف وحدات حماية الشعب الكردية أكثر من 15 قذيفة هاون على المدينة ونزوح عدد كبير من أهلها باتجاه مدن أكثر بعدا عن المناطق الحدودية. إلى فياسين العربي، أكش قلعة على الحدود التركية السورية. ينضم إلينا من مدينة أكش قلعة موفدنا عدنان جان، كما ينضم إلينا مراسلنا من مدينة جرابلس خالد الإدلبي. خالد، أبدأ معك، هل تضعنا في آخر تطورات وصورة الوضع الميداني وكذلك الإنساني في شرق الفرات؟ نعم، قبل قليل قوات الجيش الوطني تقدمت باتجاه قريتي أصفر نجر ومنطقة الصومع في محيط منطقة راس، فيما ردت فصائل قوات سوريا الديمقراطية مدينة إعجاز بصاروخين جراد استهدفا محيط المدينة دون أي إصابات بشرية، فقد اقتصرت الأضرار على الأضرار المادية. أيضا قوات سوريا الديمقراطية تستهدف بين محيط مدينة جرابلس أيضا مدينة إعجاز. طبعا في هذه المنطقة فصائل على الطرف الغربي من نهر يفصل مدينة عن منطقة الشيوخ، فقط نهر الفرات هو الفصل بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات المعارضة، لكن لم تبدأ حتى الآن أي عملية عسكرية من منطقة
طيب خالد، ابقى معي خالد، انتقل الآن إلى الجانب الآخر من الحدود إلى مدينة أكشق العامة مع مراسلنا ومفدنا إلى هناك عدنان جان. عدنان، كيف تقيم تركيا سير العمليات العسكرية حتى الآن، خصوصا مع سقوط أول قتيل تركي من العمليات العسكرية؟ مجد، وزارة الدفاع التركية تقول بأن هذه العملية العسكرية، عملية نبع السلام، تجري وفق المخطط له. حصلنا قبل قليل على معلومات تفيد بمقتل جندي تركي ثاني في لدى سقوط قذيفة هاون على إحدى النقاط العسكرية التركية المتواجدة داخل سوريا. قبل قليل ماجد، كان هناك قصف مدفعي مكثف على بلدة الطبل الأبيض التي تقع خلفي تماما، ونحن في أقرب نقطة إلى هذه البلدة التي تجري فيها معارك عنيفة منذ 3 أيام. الجيش التركي يمهد بالمدفعية الثقيلة ويقصف مواقع المسلحين الأكراد داخل مدينة طبل الأبيض. ربما لو أفسح المجال للزميل حبيب ليظهر الصورة بشكل أوضح، ربما سحب الدخان تتصاعد من هذه البلدة، بلدة طبل الأبيض، التي يحاول الجيش التركي منذ انطلاق عملية تبع السلام السيطرة عليها. بالأمس كان هناك توغل بري للقوات الخاصة التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة. الحديث الآن يدور عن توغل بري بعمق 5 كيلومتر داخل مدينة طبل الأبيض. قبل قليل أيضا حصلنا على أنباء تفيد بسيطرة الجيش التركي والجيش السوري، الجيش الوطني السوري، على قريتين أيضا تابعتين لمدينة طبل الأبيض، لتصبح بذلك عدد القرى التي تمت السيطرة عليها منذ انطلاق عملية نبع السلام 13 قرية. على ما يبدو فإن ماجد، هذه العملية العسكرية سوف تتواصل إلى حين تحقيق أهدافها، كما أكد المسؤولون الأتراك، لا سيما أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو قال بأن العملية تهدف إلى السيطرة على عمق 30 كيلومترا داخل الحدود السورية وبطول أكثر من 120 كيلومترا. طبعا كان هناك اليوم قصف من قبل وحدات حماية الشعب الكردية لنقطة تجمع الصحفيين في مدينة نصيبين المقابلة لمدينة القامشلي، مما أدى إلى إصابة 2 من الصحفيين هناك. أيضا هناك مخاوف ماجد من القناصة المتواجدون في مشارف مدينة طبل الأبيض. أيضا قبل قليل كان هناك استهداف لنقطة كان يتواجد فيها الصحفيون هنا من قبل القناصة المنتشرون على خطوط التماس داخل مدينة طبل الأبيض. ربما هناك حديث عن إمكانية التوغل البري الأكثر داخل العمق السوري، في حين ربما التمهيد المدفع اليوم كان بشكل كبير جدا، وهو ما يساعد القوات البرية على الأرض على التوغل أكثر والسيطرة على القرى التابعة لمدينتي طبل الأبيض ورأس العين. ماجد، شكرا لك مفدنا إلى أكشق قلعة عدنان جان، وشكرا لمراسلنا من جرابلس خالد الأدلبي. نبقى في الشأن ذاته، حيث عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوسط بين الأكراد وتركيا، مشددا على أن أمام الولايات المتحدة 3 خيارات للتعامل مع أنقرة بعد العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، من بينها التوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية للتوصل إلى اتفاق. ترامب يواجه تبعات قراره. الانسحاب من سوريا لم يكن عسكريا فقط، بل استراتيجيا، إذ فتح الباب أمام عملية نبع السلام التي شنتها تركيا ضد المقاتلين الأكراد. ها هو الرئيس الأمريكي يتحدث عن خياراته. هناك خيار إرسال الجيش الأمريكي ودحر الجميع مرة ثانية، وهناك خيار فرض شيء قوي اقتصاديا ضد تركيا من أجل أن يراعوا تصرفاتهم، لأن لدينا علاقات طيبة جدا مع الأكراد، أو يمكن أن نتوسط. آمل أن نتمكن من الوساطة. يميل ترامب بقوة إلى هذا الخيار الأخير. أما الكونغرس فغاضب من قرار ترامب وقلق من تداعياته على الأمن القومي الأمريكي. إن إعلان الرئيس ترامب بأنه سيتخلى عن الأكراد على الحدود السورية التركية هو مثل آخر على السياسة الخارجية الخاطئة التي تشبه سياسته الداخلية، إنه يتخلى عن أصدقائه.
قادة بارزون من حزب ترامب الجمهوري يعارضون أيضا قراره بقوة ويعملون من أجل فرض عقوبات اقتصادية على تركيا. لن تكون الوساطة الأمريكية بين تركيا والأكراد سهلة بعدما سببه قرار ترامب، كما أن تهديده هو والكونغرس بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا يبقى حاضرا. رافد جبوري، العربي، واشنطن.